مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقتنا هذا المساء من لازم نحكي. كثيرا ما يقع أطفالنا ضحية عنف المجتمع وضحية ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة تدفعهم للجريمة في سن مبكرة، فتمحى معها براءة الطفولة وتحل محلها مشاعر أخرى تدفعهم لسلوكيات تنم عن انفصالهم عن المجتمع، وربما في بعض الأحيان حقدهم عليه. وأمام هذا المنحنى الخطير الذي تضيع فيه ملامح هذه البراءة، لابد وأن تتضافر الجهود المجتمعية والرسمية من أجل حماية الأطفال وإصلاحهم بما يحفظ كرامة الطفل ومصلحته الفضلى. ومن هنا كان قرار إنشاء أول محكمة للأحداث في فلسطين، وهي ثمرة للعمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى، وبعد إقرار قانون الأحداث في الفترة الأخيرة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع وأبعاده القانونية والمجتمعية، يسعدنا أن نرحب ضيفتنا من داخل الاستوديو، القاضي فلسطين أبو رومي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا. طبعا قاضي الأحداث في محكمة بداية رام الله، شكرا لوجودك معنا في هذا المساء. وجودنا دائما شرف لإلنا وشرفنا وجود هيئة إعلامية راقية وبمستوى هيئتكم. أهلا وسهلا فيك. كان هناك طبعا خطوة إيجابية بافتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين، طبعا في 3 نيسان الجاري. حدثينا أكثر عن أهمية هذه الخطوة أستاذة فلسطين. افتتاح محكمة الأحداث في 3/4 كان خطوة رائدة جدا في مجال تأمين المصلحة الفضلى للحدث، توافقا مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية. تم بالمشاركة مع كافة الأطراف الخروج بقانون حماية الأحداث الفلسطيني. هذا القانون تضمن إنشاء محكمة أحداث في كل محافظة، سواء بداخل دار الرعاية أم في دائرة المحكمة في كل محافظة. يعني خلينا نحكي أكثر عن الأحكام القضائية اللي راح تصدر عن هذه المحكمة، محكمة الأحداث المتخصصة بهذه الفئة تحديداً. الأحكام القصد منها والغاية هي الإصلاح. وفي هذا القانون تجنبنا السياسة العقابية اللي كانت متبعة سابقا. في النهج الحديث أصبح الاهتمام الدولي والخاص هو في حماية هذا الحدث الطفل وإعادة دمجه في المجتمع كلبنة صالحة في بنائه. أستاذ فلسطين، يعني خلينا نحكي عن الظروف النفسية والاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الفئة. لما نحكي عن أحداث بنحكي عن ضحايا، أيضا هم أطفال ضحايا العنف المجتمعي اللي مورس تجاههم ربما، ومن ثم هم أعادوا إنتاج هذا العنف. هل يؤخذ بعين الاعتبار هذه الظروف التي تعرضوا لها والتي قادتهم إلى الجريمة؟ بالتأكيد القانون هو انعكاس للواقع ومحاولة حثيثة للتماشي مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، من احتلال ومن ظروف اقتصادية صعبة ومن فقر تعاني منه كافة شرائح المجتمع، وتتضرر منه بشكل مباشر الفئة الضعيفة اللي هم الأحداث. لمزيد من التوضيح أود أن أشير إلى أنه الحدث بحسب تعريف القانون هو الطفل الذي لم يتم 18 من العمر. القانون تناول علاج أموره وإعادة إصلاحه من سن
الثاني عشر وحتى سن الثامن عشر إلى أن يتم الثامن عشر. نعم أستاذ فلسطين، فيما يتعلق بالقضاء، يعني هل قام مجلس القضاء بتخصيص عدد من القضاء لهذه المحكمة، يعني متخصصين مثلا عندهم خبرة في التعامل مع هذه الفئة العمرية، يعني نحكي عن 12 إلى 18 سنة كما تفضلتي؟ تماشيا مع القانون الجديد وسياسة القانون الجديد، كنا محظوظين بوجود مجلس قضاء أعلى برئاسة المعالي الأستاذ سامي اللي بيتابع بشكل مكثف موائمة القانون بالواقع. تم عمل لجان متخصصة، هذه اللجان عملت على تخصيص عدد كافي من القضاة في كل المحافظات. مبدئيا خصص ما لا يقل عن 14 قاضي أحداث متخصص يتم إعدادهم وتدريبهم على الطبيعة الخاصة لقانون الأحداث وكيفية التعامل معه. نعم، إذا كان هناك يعني كما هو واضح تحضير مسبق لهذه المحكمة، يعني كان في خطة، كان في تدريب، يعني اجتازوا القضاء. حدثينا أكثر عن هذه الإجراءات التي سبقت الإعلان عن هذه المحكمة. المجلس القضاء الأعلى منذ ما لا يقل عن 5 سنوات وهو يتعاون ويشترك بشكل مباشر مع الجهات الشريكة في تم التعاون في إعداد مسودة قانون الأحداث، إلى أن تبلورت هذه الجهود بوجود قانون الأحداث. نعم. قانون حماية الأحداث. نعم. الذي دخل حيز التنفيذ حديثا، وتم افتتاح أول محكمة أحداث في دار الأمل بتاريخ 3/4. نعم، يعني إذا حدثينا أكثر كمان عن هذا الجانب، جانب متعلق بقرار قانون حماية الأحداث الفلسطيني، والذي يعني ما في فترة زمنية بعيدة بين إقرار هذا القانون وبين المحكمة، محكمة الأحداث، وهي نتيجة عملية يعني تطبيقية لهذا القانون. ما الذي يضيفه؟ ما الحماية التي يوجدها هذا القانون للأطفال؟ القانون وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية قام على نهج حماية وتحقيق المصلحة الفضلى للحدث. نعم. من خلال إعادة دمجه في المجتمع للوصول إلى هذا الهدف، تم وضع العديد من المواد التي احتوت على التدابير الاحترازية وعلى الطرق التي تمكن المحكمة من التواصل المباشر مع الحدث وبيئته من خلال مرشدي حماية الطفولة. يتم إعداد تقرير في مرحلة التحقيق، في مرحلة وجود الحدث في النيابة، وتقرير كامل ومستوفي كافة الشروط لدى عرض الحدث على المحكمة. هذا التقرير يجب أن يتضمن بالإضافة إلى حالة الحدث، يتضمن الظروف الاجتماعية والأسرية التي يعيشها هذا الحدث، وهنالك بنهاية التقرير توصية تشير وتنير للقاضي الطريقة الأفضل أو التي يفضل اتباعها لإصلاح هذا الحدث. نعم أستاذ فلسطين، يعني عندما سألتك عن الأحكام القضائية التي ستخرج عن هذه المحكمة، أوضحتي أنه هي أحكام إصلاحية. كيف ممكن تكون؟ يعني وضحي لنا أكثر وأعطينا أمثلة، يعني إن كان هناك ثمة أمثلة. الأحكام هي على مرحلتين. المرحلة الأولى تعالج وضع الحدث في الفترة العمرية ما بين 12 إلى 15 سنة، وهي تتراوح من التوبيخ إلى الإلحاق بالتدريب المهني إلى تسليمه لمتولي أمره، وإلى التشارك مع مرشد حماية الطفولة في إيجاد الحل الأنسب لهذا الحدث. وتحتوي هذه التدابير أيضا على وضعه تحت رقابة مرشد حماية الطفولة لفترة زمنية لا تتجاوز من 3 سنوات إلى 5 سنوات في بعض الأحيان. ولا يفضل توقيف الحدث، ولا يفضل أن يتم إيداعه حتى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا كحل أخير.
وذلك لإيماننا بمبدأ أن الأسرة هي خير بيئة لهذا الطفل. نعم. أو هذا الحد. طيب عادة كيف بتكون ردود فعل الأطفال لما بيكون في أي حكم؟ يعني سبق وأن أقمتي محكمة في دار الأمل سابقا، حكينا عن ردة فعل مثلا واحد من الأطفال اللي أصدرتي بشأنه حكم، حكينا الحكم وكيف كان تجاوب وهل اعترف بالذنب. احنا بنعرف انه بيكون كمان هم يعني هم أطفال بالنهاية، يعني وبيخوضوا ظروف نفسية ومجتمعية ويمكن نظرة من المجتمع، وبحاجة زي ما حكيتي لحنان ربما ورعاية وإصلاح أكثر ما انه عقاب يعني بما يتلائم يعني مع عمرهم. سؤال مهم جدا ومتصل بالواقع. من خلال اتصالنا بالواقع تم عقد إلى غاية الآن من 3-4 جلستين في دار الأمل، دار الرعاية. الجلسة الأولى كانت مع زميلتي الأستاذة ياسمين جراد في دار الأمل، والجلسة الثانية عقدتها في دار الأمل قبل يومين، وتعقد أيضا المحكمة في دائرة محكمة البداية أيضا في جلسات. عرض علينا طفل هو حدث عمره 17 سنة ونص، كانت تهمته سرقة سوبر ماركت، سرقة علبتين شوكولاتة من سوبر ماركت. طبعا اطلعت على تقرير مرشد حماية الطفولة والتوصية الواردة فيه، وكقاضي أحداث متخصص بحب أتعامل وأتفاعل مع الحدث الموجود أمامي بما أستطيع الوصول إليه من جوانبه النفسية والإدراكية. نعم. تبين لنا أن هذا الحدث يعاني من تفكك أسري، والده ووالدته منفصلين منذ وقت طويل، ووجوده عند أي منهما غير مرغوب فيه. وبالتالي لجوءه إلى سرقات بسيطة لشيء لتحقيق رغبات، رغبته في شوكولاتة أو شيء، فتم الحديث معه والمحكمة تعاملت معه بمنتهى الروح الاجتماعية. بينا له أنه هذا السلوك خاطئ لأنه قد يعرضه إلى الخطر في أوقات لاحقة، وسألناه لأنه دائما نحب نسمع الحدث، يعني إيش اللي ممكن المحكمة تقدم له من خلال التعاون مع الشركاء شيء يوفر له سبل العيش. فاقترح علينا انه بده وبتمنى انه ينصلح وبده فرصة عمل. فتم فورا الحديث مع مرشد حماية الطفولة باللجوء الى الجهات المختصة وتوفير فرصة عمل إلى الحدث. نعم. وتم إخلاء سبيله. نعم. هاي نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بدور مرشد حماية الطفولة. خلينا يعني نستفسر أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة خلود عبد الخالق المستشارة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة خلود. اهلا فيك. هلا فيك عزيزتي. هلا. مساء الخير. طبعا معنا من داخل الاستوديو القاضي السيده الاستاذه فلسطين ابو رومي، والتي يعني انتهت بالحديث عن دور مرشد في حمايه الطفوله. احكي لنا اكثر عن هذا الجانب استاذه خلود. اوريك تحياتي استاذه فلسطين. اهلا فيك. الحقيقه انه دور مرشد حمايه الطفوله اللي كان سابقا بنسميه مراقب سلوك وعلى ضوء القانون الجديد، هي موسعة لمرشد حماية الطفولة في إطار التعامل مع قاضي المختص في قضاء الأحداث. دور المرشد يضع تقرير أولي عند الحدث عندما يكون في إطار الاستجواب والاستدلالات الأولية في النيابة، وهناك ما يسمى بالوساطة اللي ممكن ينفذها مرشد حماية الطفولة مع النيابة وبمساعدة الشرطة من أجل رفع الضرر على المتضرر والحفاظ على الحدث في بقائه في أسرته الطبيعية ومدرسته وتمتعه بحقوقه. مرشد حماية الطفولة أيضا له دور في استكمال المتابعة على الحدث ووضعه في إما حسب قرار المحكمة إما تحت إطار التدريب المهني أو بالخدمة الاجتماعية، الاختبار القضائي في أكثر من جانب ممكن القاضي يحكم فيه على الحدث، ويبقى هذا الحدث ليس في دور الإصلاح أو الأماكن الإيوائية وإنما تحت إطار ومراقبة ومتابعة مرشد حماية الطفولة. مرشد حماية الطفولة يبقى في إطار التغذية الدائمة للقاضي حول وضع الحدث. إضافة إلى ذلك هناك تقرير نهائي للقاضي.
نعم أستاذ خلود، يعني تحدثتي عن نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالمتابعة، المتابعة مع الأحداث ربما لاحقا لخروجهم من دار الأمل. كيف بتتابع الوزارة هذا الموضوع تحديدا؟ يعني خلينا نقول أنه قديش هل هناك أرقام عن الأحداث الأطفال، سواء في ناس بيستمروا بالجريمة أو أنه بتكون عملية إصلاح تامة بحيث بيصبحوا أو بتحولوا لمواطنين صالحين في المجتمع؟ حاليا الإحصائيات أنا مش معي طبعا، لكن عندنا إحصائيات في الوزارة أنه قديش الوزارة أو دائرة حماية الطفولة ممكن أنها تعمل على إصلاح ومساعدة هؤلاء الأحداث. وفي عنا بكل أسف نتيجة الظروف الاجتماعية الصعبة عنا كثير من الأطفال أحداث عندهم العود إلى الجريمة. نعم. لكن أنا بقول يمكن أنه أحكام القانون الجديد بتساعدنا جدا، وأيضا بتضع وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولياتها في موضوع المتابعة اللاحقة، لأنه لا يكفي أنه نروح باتجاه حكم قضائي وتقرير مرشد حماية الطفولة وبس، لكن هذا الحدث راح يضل مستمر معه، يعني متابعته من قبل المرشد في مدرسته في أسرته، لأنه قد يكون لديه احتياجات هو وأسرته أخرى ممكن إحنا كوزارة شؤون اجتماعية نقوم بمعالجتها. نعم، إذن يعني فيما يتعلق بقانون حماية الأحداث الفلسطيني، ما هي الخطة يعني من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل وضع حيز التنفيذ والاستفادة الكاملة من بنود هذا القانون؟ يعني أنا خليني أقول إنه إحنا عندنا خطة وعندنا استراتيجية لعدالة الأحداث، لكن بعد صدور القانون والأستاذ فلسطين بتعرف إنه حاليا عم نحدث هاي الخطط، لأنه بدنا نوقف أمام مسؤولياتنا كحكومة وكقضاء بشغلتين. الشغل الأولى إنه إيش لازم نعمل يعني كوزارة وكشركاء، لأنه في مسؤولية اجتماعية على التربية والتعليم، على الشرطة، على القضاء، على النيابة، وأكيد حسب الأسد للشؤون تحديدا في المتابعة الاجتماعية والنفسية والتأهيلية. لكن إحنا حاليا عم نحاول بإطار الخطة الجديدة إنه نكون ضمن إمكانيات متاحة إيش ممكن نعمل، كما حدث وحدى مجلس القضاء الأعلى مشكور على جهوده إنه نقل المحكمة إلى دار الأمل وعمل افتتاح هناك بالإمكانيات المتاحة. طبعا وهذا إنجاز فلسطيني، لأنه بإمكانياتنا نستطيع أن نقدم شيء أكيد، ويعني ما هو فوق إمكانياتنا أكيد إحنا المجتمع الدولي عم بيساعدنا، مؤسسات الدولية، اليونيسيف، UNDP أكثر من مؤسسة. هاي نقطة مهمة جدا، وكمان بدي أرجع لنقطة اللي بدأنا فيها حديثنا مع الأستاذة فلسطين عندما تحدثت في مثال عن دور المرشد وإيجاد وظيفة مثلا لهذا الشاب، يعني كان عمره 17 ونص. قديش مهم أستاذ خلود تضافر هاي الجهود يعني من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا المؤسسات الشريكة في دمج هؤلاء الأطفال، خاصة أنهم مروا في ظروف صعبة في فترة حساسة جدا، طفولة ومراهقة، ومن ثم بدهم يدخلوا على المجتمع ربما ممكن يتعرضوا لنظرات يعني للأسف ممكن ترجعهم للطريق الغلط. صحيح، يعني احنا عم نحاول بكل ما هو مطروح زي ما حكيت لك جميع الشروط، وايضا يعني غفلني اني اذكر مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في هذا الموضوع وتحديدا مؤسسة DCI. يعني خليني اقول انه كل ما نقوم به من اجل تغيير الفكر، يعني احنا امام معضله حقيقيه انه احنا عم نحاول نغير الفكر. هذا حدث مش مجرم، هذا ضحيه نتيجه ظروف معينه، والجميع لازم ياخذ دوره ونتعاون فعلا. وانا يعني بسعدني جدا انه جميع الشركاء حاليا اللي بنجتمع على طاوله واحده، الجميع متفهم والجميع جاهز لحمل مسؤولياته، وبيعتبر هذا الموضوع موضوع وطني اكثر منه في القانون. نعم أستاذ خلود، كل الشكر لوجودك معنا ولمشاركتك، وأكيد أكيد كل الشكر لجهودكم يعني في هذا الجانب. إذا تحب تعقبي على ما تفضلت به الأستاذة خلود أستاذة فلسطين. طبعا الأستاذة خلود ووزارة الشؤون الاجتماعية لهم الباع الطويل والفضل العظيم في هذا الموضوع. نحن نعقد اجتماعات مستمرة على مدار أيام الأسبوع، نحاول أن نحيط بكل صغيرة وكبيرة بهدف تأمين تحقيق مصلحة الطفل الفضلة. نعمل الآن جاهدين بالتعاون مع وزارة العمل أيضا لتأمين فرص العمل والتدريب المهني للأحداث.
سيتم أيضا الحديث مع المراكز التدريبية المتخصصة، مراكز الفنون المتخصصة. بيحضرني بهذا الجانب حدث عنده هواية العزف على الدرمز، على الطبل، اكتشف من قبل أو من خلال وجوده في دار الأمل، وتم توجيهه بجهود مشكورة لمدير دار الأمل الأستاذ باسل، تم توجيهه لمركز فنون متخصص، والآن حصل على تصريح أنه يستطيع الحضور وممارسة هوايته بشكل تعليمي لمرة أو مرتين في الأسبوع في هذا المركز. نعم، هي نقطة مهمة جدا أستاذة فلسطين، لما نتحدث عن الاهتمامات يعني اللي عند الأطفال، واللي هي ممكن تكون نوع من العلاج ونوع من التفريغ النفسي. لما مثلا في طفل بحب يعزف أو في طفل بحب يرسم، قديش هذا موجود يعني كمان في البرنامج، برنامج التأهيل خلينا نقول. دار الأمل تبذل جهود حثيثة جدا في اكتشاف هذه المواهب والقدرات ومتابعتها وإيصالها للجهات المختصة، ليس في هذا الجانب فقط، ولكن في جوانب أخرى لها أهمية لا تقل عن هذا الجانب، وهي التعليم. بالضبط. ففي بعض الأحداث يكونون ملتحقين، يكونوا ملتحقين في المدارس، فوزارة دار الأمل بالتعاون مع وزارة التعليم تؤمن لهم الفرصة بالعودة إلى مدارسهم أو متابعة دراستهم، وخاصة إذا كانوا في المرحلة الثانوية. نعم، هذه نقطة مهمة جدا أيضا رح نرجع نناقشها، لكن بعد الفاصل مشاهدينا كونوا معنا بعد الفاصل. اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، ونرجع نرحب بضيفتنا من داخل الاستوديو لليله الاستاذه فلسطين. استاذه فلسطين، كنا تحدثنا قبل الفاصل عن الجانب الاكاديمي والتعليمي للطلبه، خلينا نحكي الاحداث، الاطفال الاحداث الموجودين في دار الامل تحديدا، قديش في شراكه يعني بين القطاعات المختلفه سواء التعليم الصحه لمتابعه اوضاع هؤلاء الاطفال؟ حقيقة إنه بوجودي في دار الأمل وملامستي لواقع وجود الأحداث هناك، تفاجأت بوجود متخصصين من قبل وزارة التربية والتعليم، في موظف مختص للاتصال والتواصل مع المدارس اللي الأحداث منتسبين إلها، يتم التواصل الدائم. تقرير مرشد حماية الطفولة يتضمن دائما أنه إذا هذا الحدث أو الطفل ملتحق في مدرسة، يوصي بتسليمه لمتولي أمره لمتابعة تعليمه، وما أمكن ذلك. إذا لم تكن الأسرة أو متولي الأمر هو الأفضل للحدث، وكان الأفضل هو وجوده في دار الرعاية، فنحن من خلال تقرير مرشد حماية الطفولة ومن خلال التواصل المستمر والمباشر مع دار الأمل، بنقوم بتأمين وصوله إلى المدرسة أو تأمين ما يمكن تأمينه لغاية استكمال هذا الحدث لدراسته. نعم، هذه يعني نقطة إيجابية أيضا ومهم جدا، لأنه كمان التعليم، مواصلة التعليم هي نقطة أو نافذة خلينا نقول لخروج يعني هؤلاء الأطفال من الواقع المحيط وتطورهم واندماجهم في المجتمع. على الجانب الصحي كمان، كيف شفتي يعني الاهتمام بهؤلاء الأطفال، مراعاة أوضاعهم الصحية؟ صحيح، ولكن استكمالا لبرضو موضوع التعليم، هنالك موضوع خطير جدا وهو موضوع التسرب من المدارس. في بعض الأحداث لظروفهم الاقتصادية الصعبة والأسرية الصعبة، ممكن يكون عنده الرغبة باستكمال دراسته ولكن الوضع ما سمح. في هذه الحالة أيضا بناء على توصيات مرشد حماية الطفولة والتعاون المباشر مع وزارة التعليم ومع كل الشركاء في قطاع عدالة الأحداث، ممكن الآن أصبح ممكنا أن نتواصل مع المدرسة ونعيده إلى مقاعد الدراسة لاستكمال دراسته. كل هذه الأمور بيغطيها القانون حماية الأحداث الجديد،
وكلها نص عليها، وفي حتى إشراف مستمر حتى ما بعد صدور الحكم. هاي نعم، هذا مهم جدا. احنا كمان يعني كان لنا زياره الحقيقه الى دار الامل للاحداث، وطلعنا على ظروفهم هناك لنتابع سويه. مؤسسة دار الأمل بالأساس هي كيف تتعامل مع هذه الفئة، كيف تستقبل هذه الفئة، كيف يتم عملية استقبال الطفل في داخل المؤسسة، أو ما هي رحلة الطفل في داخل المؤسسة. يتم استقبال الطفل في أي وقت وفي أي يوم. اللي حبيت أحكي إنه هاي المؤسسة هي مؤسسة وطنية، وهذه مسؤولية وطنية للجميع في خدمة هذه الفئة. إنه ممكن يكون أي حدا، ممكن يكون في داخل المؤسسة، ممكن يكون ابنك هو معرض أن يأتي لهذه المؤسسة. بالتالي يجب أن تكون دائما في الطريق الصحيح، وتقدم الخدمة بشكل أفضل من أجل حياتهم، وأن نساعدهم في تقديم، على الأقل في تقديم النصيحة، في تقديم الإرشاد، في تقديم الدعم النفسي لهم، في إعادة إدماجهم في المجتمع، وإعادة إدماجهم في أسرهم، تقديم مشروع حياتي لهم. طبيعي المؤسسة تقدم العديد من الخدمات، الخدمات التعليمية وخدمات الإرشاد وخدمات الدعم النفسي والخدمة القانونية. لدينا أيضا الموسيقى، اليوم لدينا قاعة سينما في عرض أيضا الأفلام، لدينا مكتبة. نجحنا مع أطفال أيضا في استعادتهم للمدرسة، نجحنا مع أطفال في دمجهم ومشاركتهم في الموسيقى في المعهد الوطني للموسيقى. نجحنا أيضا مع أطفال في المواصلة مع أسرهم وإعادة دمجهم في أسرهم. المؤسسة الوحيدة في الضفة الغربية، نستقبل من كافة المحافظات. أيضا يتم نقل القضايا ونقل الملفات بجهود طبعا القضاء والنيابة للبث فيها والنظر فيها في مؤسسة دار الأمل في محكمة الأحداث. أمر بافتتاح محكمة، أول محكمة أحداث في مؤسسة دار الأمل، وهذا فخر لكل الفلسطينيين. هو بالأساس يمنع احتجاز الأطفال مع الراشدين في السجون. إذن هناك دور للرعاية ودور للحماية لهم. أهمية وجود المحكمة في دار الأمل، في مؤسسة دار الأمل، هو بالأساس يأتي عدم احتكاك وعدم احتكاك الأطفال في مع ومحاكمتهم مع الراشدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كما شاهدنا أستاذة فلسطين يعني، وبناء على ما شاهدنا، ما هي الضمانات التي كفلها القانون الجديد، قانون حماية الأحداث، لمحاكمة عادلة؟ بالطابع الإصلاحي لقانون حماية الأحداث كفل ضمانات عديدة جدا للحدث، بداية من توفير محكمة أحداث متخصصة إلى توفير قاضي أحداث متخصص، ونسعى لأن يكون متفرغ أيضا.
إلى الحفاظ على سرية أو إلى النص على ضرورة انعقاد المحاكمات بشكل سري. طبعا هاي نقطة مهمة جدا، ورتب على عدم اتباع ذلك البطلان. ايضا ضمن وضحينا هاي النقطة كمان من فضلك. في ذلك يعني كان الغاية من ذلك هو الحفاظ على الطابع الخاص للحدث وحماية خصوصيته. فانعقاد المحكمة بجلسات سرية لا يحضرها إلا من نص القانون وجوبا على حضورهم من قاضي الأحداث والنيابة الأحداث المتخصصة ومرشد حماية الطفولة والمساعد القانوني ومتولي أمر الطفل فقط. في هذه الحالة يستطيع الطفل الحدث أن يتحدث بحرية أوسع دون المساس بشعوره وبجو أقرب إلى راحته النفسية وتعبيره، ولكي لا يخشى من التعبير عن ما مر به فتتم جلسات سرية. وعلاوة على سرية الجلسات نص القانون على سرية الملفات وسرية سرية المحاكمات باستثناء النطق بالحكم والذي يتم بصورة علنية، كما حرص القانون بهذا الجانب على عدم ذكر اسم الحدث، عدم تعريض الحدث لوسائل الإعلام أو التعرض من قبل وسائل الإعلام لموضوع الحدث، وإن كان ولا بد من ذلك دون الإشارة إلى اسمه أو إلى ما يشير إليه من قريب أو من بعيد. نعم، هذه إحدى الضمانات، واستمر القانون في تسلسل الضمانات إلى أن وصل إلى سرعة الإجراءات. يبت الآن في قضية الحدث خلال جلسة واحدة، لأن القانون أضفى على قضاء الأحداث القضاء طبيعة القضاء المستعجل والنفاذ المعجل، وبالتالي لا تستغرق جلسة الحدث سوى جلسة أو جلستين. نعم، بحسب ظروف القضية. نعم أستاذة فلسطين، كنت حدثين أيضا تحت الهواء، يمكن ما استكملنا هذا الجانب، الجانب المتعلق بالجانب الصحي، يعني ذكرتي لي مثال تحت الهواء، يريد تحدثينا أيضا مع المشاهدين عنه. لأهمية الصحة، لأنه صحة الإنسان أغلى ما يملك. القانون نص على ضرورة توفير تقرير طبي شامل عقلي وجسدي لحالة الحدث منذ توقيفه لدى النيابة، لدى نيابة الأحداث المختصة، ومن ثم لدى المحكمة. وطبعا مرشد حماية الطفولة في تقريره يضمن دائما الجانب الصحي للحدث وما هي الرعاية التي يوصي بها حتى على الجانب النفسي. إذا ارتأى ومن خلال دراسته للحالة مرشد حماية الطفول أن هنالك حاجة إلى تحويله إلى مستشفى أو إلى مركز طبي متخصص، يتم التعامل مع ذلك وفقا لقرار المحكمة، والذي يضمنه دائما أن تتم كل الإجراءات تحت رقابة وإشراف مرشد حماية الطفولة. نعم، هذا كمان يعني المثال اللي حبيت أذكره، أنه عرض علينا أثناء اجتماعنا مع الشركاء في دار الأمل حالة لحدث كان مصاب بالسكري ولديه شحنات كهربائية زائدة ويعاني من نوبات صرع. بمجرد أن علمنا بأن هذا الحدث موجود داخل دار الأمل، تم التواصل بشكل فوري مع الجهات المختصة. كان لازال موقوفا لدى النيابة، تم التواصل مع الأستاذ جاد طمالي وهو وكيل نيابة الأحداث المتخصص، الذي قام وعلى الفور باتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقارير الطبية وتوصية مرشد حماية الطفولة، وتم إحالة ملف الدعوة وإخلاء سبيل الحدث وعرضه على المحكمة في اليوم التالي. ولدى عرض هذا الحدث أمامي في المحكمة، وبعد اطلاع على تقرير مرشد حماية الطفولة أوصينا بإبقائه تحت رقابة وإشراف مرشد حماية الطفولة، وتم عقد مصالحة فيما بينه وما بين المشتكي، وتم إسقاط الحق الشخصي وتم إنهاء الملف.
نعم، يعني هاي النقاط اللي تحدثت فيها هي مهمة جدا. أيضا الحديث أكثر عن إجراءات المحاكمة وطبيعة الأحكام القضائية ينضم إلينا مباشرة الأستاذ عامر الجنيدي، المحامي والباحث القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. أستاذ عامر مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني ضيفتنا من داخل الاستوديو الأستاذة فلسطين، وهي تحدثت عن القرار بقانون الحماية لحماية الأحداث الفلسطيني. حضرتك يعني من خلال عملك كمحامي وباحث أيضا في متابعة مثل هذه القضايا، حدثنا أكثر عن إجراءات المحاكمة، يعني أيضا من وجهة نظرك ما الذي يضيف هذا القانون، قانون حماية الأحداث الفلسطيني؟ في البداية بعد صدور القرار بقانون خاص بحماية الأحداث الفلسطيني الجديد، أعطى هذا القانون حماية إضافية للأطفال في خلاف مع القانون، وأصبحت فلسفة ملاحقتهم جزائيا تستند على أنهم ضحايا وليس جناة. أصبحت تنظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية مروا بها، وأصبحت فلسفة التدابير التي اتخذت بحقهم هي لغايات إصلاحية ولغايات إعادة إدماجهم في المجتمع، وليس لغايات انتقام المجتمع أو لغايات الردع والزجر كما كانت سابقا. في هذا القانون نص على العديد من الأحكام الحديثة، على سبيل المثال جعل جميع مدد التقادم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات تخفض إلى النصف في جميع الجرائم المتعلقة بالأحداث. أكد على مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الحدث داخل مكان احتجازه، من خلال وطبعا أكد على أن موضوع مكان الاحتجاز ينبغي أن يكون في دار للرعاية الاجتماعية وليس في نظارة التوقيف أو في مراكز الإصلاح والتأهيل. الحقوق التي يتمتع بها الحدث داخل هذه الدار هي الحقوق التعليمية والحقوق الصحية الواردة بقانون حماية الأحداث. أيضا نص القانون على موضوع الاختصاص، يعني يؤكد على موضوع الاختصاص عند الشرطة وعند النيابة وعند القضاء، كما أكد على موضوع أن تقوم نيابة الأحداث بمتابعة كافة كل ما يتعلق بالأطفال في خلاف عن القانون، الأطفال المعرضين للخطر ولخطر الانحراف. حقيقة نص على مجموعة من الضمانات التي يتمتع بها الحدث، وأهم هذه الضمانات هي ضرورة حضور محامي مع الحدث في كافة الإجراءات ابتداء من مرحلة التحقيق لدى نيابة الأحداث، وانتهاء بحضور جميع الجلسات في المحكمة سواء كان الأمر يتعلق بقضايا الجنح أو الجنايات، بالإضافة إلى ضرورة ووجوب حضور مرشد حماية الطفولة مع الطفل في جميع الإجراءات ابتداء من إلقاء القبض عليه ويعني البدء بالإجراءات معه. نعم أستاذ عامر، نعم أستاذ عامر، يعني تحدثت عن بدائل الاحتجاز، يعني حدثنا أكثر عن هذا الجانب، بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية، يعني قانونيا وضح لنا هذه المفاهيم. يعني القانون الجديد أتى بأحكام جديدة تتعلق بموضوع بدائل الاحتجاز، كما أكد على تفعيل البدائل عن الاحتجاز من خلال تسليم الطفل على سبيل المثال إلى أحد والديه أو متولي أمره للمحافظة عليه، التدابير أو العقوبات التي كانت يحكم بها على الأحداث لم تعد فقط مقتصرة على موضوع الحبس أو الغرامة، وإنما أصبح هناك تدابير متعلقة بالتوبيخ أو بالتسليم الطفل كما ذكرت، التدابير المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة، موضوع الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، وضع الطفل مخالف للقانون تحت الاختبار القضائي، وضع تحت مراقبة مرشد حماية الطفولة لفترات معينة، الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الإيداع في إحدى دور المشافى أو في إحدى المشافي المتخصصة إذا كان هذا الطفل بحاجة إلى علاج أو بحاجة إلى متابعة صحية. موضوع العدالة التصالحية أيضا نص عليها هذا القانون من خلال إعطاء نيابة الأحداث صلاحية إنهاء الملفات عندما ترى أن ظروف الدعوة أو مصلحة الحدث أو إعادة إدماجه في المجتمع تقتضي
عرض المصالحة والوساطة بين الأطراف طبعا، وهذا الأمر يؤدي بالنتيجة إلى إنهاء الملف وإنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة، ويساعد أيضا الحدث في إعادة إدماج المجتمع والبدء بحياته من جديد وإزالة كافة الآثار المترتبة على وقوع هذه الجريمة. أستاذ عامر، فيما يتعلق بصلاحيات النيابة العامة، يعني ما هي صلاحياتها في هذا السياق؟ يعني ابتداء القرار بقانون الخاص بحماية الأحداث أعطى النيابة العامة صلاحيات مهمة وواسعة في متابعة قضايا الأطفال. أهم هذه الصلاحيات حقيقة تتعلق بموضوع عرض الوساطة ما بين الحدث والمجني عليه أو ما وقعت عليه الجريمة، في حالات إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو من خلال ظروف الدعوة. طبعا عرض الوساطة يكون فقط في قضايا الجنح، ويشترط فيها أن يكون الحدث قد اعترف بالتهمة المسندة إليه. لا شك أن موضوع عرض الوساطة وإنهاء الملف قبل إحالته إلى المحكمة يؤدي إلى تسريع في موضوع إنهاء حالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة وقطع صلة الحدث بنظام العدالة الرسمي من خلال إنهاء ملفه لدى نيابة الأحداث، وهذا الأمر يعني يساعد على إدماج إعادة إدماج الحدث في المجتمع من جديد، إذا خاصة إذا كانت القضية بسيطة وأصبح هناك يعني مصالحة ما بين الأطراف، هذا الأمر مهم جدا. كذلك نيابة الأحداث لها الصلاحية في متابعة تنفيذ التدابير والإشراف على تنفيذ التدابير التي تقررها محكمة الأحداث بخصوص الحدث المخالف للقانون، بالإضافة إلى الصلاحيات المعروفة في تحريك ومتابعة الدعوى الجزائية. حقيقة موضوع التخصص سريعا من فضلك، انتهى وقتنا. سريعا، نعم، التخصص لدى أطراف العدالة أيضا يعطي حماية إضافية للأحداث من خلال تدريب كوادر مهنية من كافة أطراف العدالة، سواء كانت من الشرطة أو نيابة الأحداث أو محكمة مختصة بالأحداث أو مرشدين لحماية الطفولة، لديهم القدرة والتأهيل الكافي والتدريب المتقدم للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال. بحيث أستاذ عامر، نعم أستاذ عامر شكرا جزيلا لك، للأسف انتهى وقتنا، شكرا على مشاركتك وعلى كل المعلومات اللي تفضلت بطرحها. ذكر نقطة مهمة جدا في متعلق بدور الشرطة، يعني قديش كمان دور الشرطة مهم جدا وهو تكاملي مع الشركاء الآخرين، يعني سواء وزارة الشؤون الاجتماعية ونحكي عن مجلس القضاء الأعلى، في أيضا الحماية والوقاية من وصول هؤلاء الأطفال إلى يعني الجريمة وكونهم طبعا أحداث. الشرطة كانت سباقة في موضوع تفعيل وتطبيق القانون حتى قبل إقراره، حيث تم تخصيص شرطة أحداث وتشكل معظمها من النساء للتعامل مع الأحداث، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة والقضاء، يفضل دائما أن تشكل من النساء. الشرطة تابعت موضوع تطبيق قانون الأحداث، يتم الآن توقيف الحدث في أماكن مخصصة لهم دون الاختلاط بالبالغين، تحول دون الاختلاط بالبالغين لما في ذلك من خطورة على سلوك الحدث. النيابة واصلت التعاون من خلال تخصيص نيابة أحداث متخصصة، ومن خلال تفعيل دورها في الوساطة التي أشار إليها الأستاذ عامر، الوساطة القضائية، الوساطة لدى النيابة لها دور فاعل في الحيلولة دون وصول الحدث إلى باقي إجراءات المحاكمة. نعم أستاذة فلسطين، فيما يتعلق بالتجارب العربية، يعني تحدثت أيضا عن أنه هناك 14 قاضي يعملون في هذا المجال في محكمة الأحداث، هل كان في اطلاع على تجارب عربية سابقة سبقتنا يعني إلى محكمة الأحداث؟ طبعا احنا اهتمينا في المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية اللي كرست جل اهتمامها لتحقيق مصلحة الطفل الفضلة، اطلعنا على التجربة الأردنية من خلال ما هو متبع في من خلال الوثائق، ونحن نطمح إلى التفاعل وزيارة الأردن البلد الشقيق لما له من تجربة سباقة
في تفعيل وتطبيق قانون حماية الأحداث لديهم، إذ بلغوا أو قطعوا شوط واسع في هذا الموضوع. نعم أستاذ فلسطين، في نقطة مهمة جدا، يعني تحدثنا عن الدمج، تحدثنا عن إعادة يعني إحساس هؤلاء الأطفال بانتمائهم لهذا المجتمع من خلال الإصلاح، يعني كل الفكرة الإصلاح، ودائما نعرف أنه التشجيع والتحفيز هو اللي بيعمل الإنسان، يعني لما بعكس طبعا التثبيط، ويعني لما هذا بدمر الطفل خاصة في هذا العمر. وما بنقدر ننفي إنه رح في نظرة مجتمعية تجاه هؤلاء، وهي دائرة الحقيقة، يعني ظروف اقتصادية سيئة، احتلال تقود إلى ظروف اجتماعية سيئة، عمالة أطفال، جريمة، وبالتالي بننتهي إلى الأحداث. قديش مهم العمل بالتوازي مع القطاعات الأخرى على الشراكة المجتمعية من أجل دمج هؤلاء وعدم نبذهم، لأنه كل ما بيكون في نبذ، كل ما بيكون في عزل لهؤلاء، كل ما هم بينسلخوا أكثر عن المجتمع، وبصير في عندهم حقد اتجاه هذا المجتمع، بتصير هاي الجريمة. وهذا اللي بنشوفه في مجتمعات أخرى، لما بدخلوا السجون ما بيتم إصلاحهم، وإنما بيزيد العنف، يعني بتعرضوا لعنف زيادة، فبيرجعوا بينتجوا العنف من جديد في المجتمع. ما المطلوب يعني من كل المؤسسات أيضا من أجل يعني هذه الثقافة المجتمعية لدمج هؤلاء في المجتمع؟ حقيقة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ سامي أعلن اتفاقية، أعلن ووقع على اتفاقية شراكة مع باقي الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وبخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية. يتم الآن بحث سبل تفعيل القانون لما به من ضمانات للحدث، وعلى كل مؤسسة فاعلة في المجتمع وعلى كل منا أن يأخذ دوره في سبيل تحقيق وحماية هذا الحدث. نعم، وإحنا نعرف كمان أنه هو يعني عنف مضاعف للأسف، لأنه كمان الاحتلال عم بيعنف أطفالنا، بيكونوا ضحية هذا الاحتلال. صحيح. وهو اللي بيخلق هاي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلى جانب كل الظروف يمكن اللي بتعيشها كل المجتمعات. فهذا بتطلب منا جهد أكبر، يعني من أجل يعني مراعاة هؤلاء الأطفال. هل كان في بس سريعا ردود فعل سلبية بعد حكم أصدرتي من طفل يعني رفضه، أو يعني كان يعني غير متجاوب أبدا؟ القرار بقانون نص على وجود متولي أمر الحدث. وجود متولي أمر الحدث يساعد في استيعابه للحكم، ودائما نحن نتلي الحكم والتهمة قبل ذلك بلغة بسيطة جدا قريبة لفهم الطفل. ردود أفعال يعني عكسية أو متدمرة، لغاية الآن الحمد لله كل الأمور كانت تمام. طيب الحمد لله. وتجاوبوا وفهموا أنه إحنا الغاية الحقيقية هي إصلاحهم. نعم، كلمة أخيرة من فضلك يعني في هذا السياق نختم فيها حلقتنا أستاذة فلسطين. بشكر طبعا كل القائمين على موضوع قانون الأحداث وتفعيل نصوصه. دورنا شراكي وتعاوني مع جميع المؤسسات، وإن شاء الله نقدر إنه نحقق غاية القانون بإعادة إصلاح ودمج الأحداث في المجتمع كلبنات صالحة في أساس هذا البناء. كل الشكر لوجودك معنا. أكيد نتمنى بالفعل أنه تتحقق هذه الشراكة من أجل خدمة مجتمع، من أجل خدمة كل فئات المجتمع الفلسطيني بما يحقق المصلحة للجميع. كل الشكر قاضي الأحداث في محكمة بداية رام الله فلسطين أبو رومي، شكرا لوقتك. شكر لكم، شكر موصول لكم. أهلا وسهلا مشاهدينا، بكم نكون وصلنا ختام حلقتنا في هذا المساء. كل التحية لكم على المتابعة. بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بعنوان لازم نحكي. مني ومن فريق العمل كل التحية، تصبحون على ألف خير.